مخلوق من الدنيا وهتبقى قد الدنيا. أعزائي مشاهدي قناة الطريق، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقاتنا ما كترناش على بعض. يسعدنا النهاردة أن يكون معنا العقيد إيفيلين فاروق تنمية بشرية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. طبعا النهاردة بعيدا عن السياسة، أنا حبيت نتكلم عن دور الإعلام في توجيه الفرد، وأنا عايزة بس نبتدي. أنا كنت برضو ما اتكلمت مع العقيد إيفيلين عن الحلقة، وأنا هختار الحلقة النهاردة بتتكلم على إيه. كنت حابة أتكلم عن الإذاعة زمان والإذاعة حاليا، البرامج الهادفة اللي كانت بتقدم من خلال الإذاعة زمان والبرامج اللي احنا بنسمعها حاليا. يعني مثلا لو حضراتكم تفتكروا كلمتين وبس، فؤاد المهندس الله يرحمه، عزيزي بابا ضياء، أبلة فضيلة، حاجات جميلة كانت بتتقدم في الإذاعة زمان، كانت بتدي رقي في الفكر ومعلومة ونصيحة. حضرتك معايا في الموضوع؟ طبعا طبعا. الأيام دي بقى بنسمع، يعني أنا بفتح الإذاعة بالصدفة بلاقي كله نظام تهريج وضحك، مش زي زمان. يعني زمان كان كلمتين وبس لو حضرتك تفتكريها، كانت عبارة عن زي نصيحة. برنامج عزيزي بابا ضياء كان برضو نصايح، يعني واحدة في مشكلة فكان بيوجهها. أبلة فضيلة، لو تفتكر برنامج الأطفال المشهور بتاع أبلة فضيلة، ربنا عليك. وكلنا ودلنا وسمعنا اتربى على الأصوات دي، أصوات العمالقة بتوع الإذاعة زمان. تعقيب حضرتك ايه بقى على اللي بتسمعين يومين دول؟ هو زمان كان بيعلمني عادات وتقاليد، بيعلمني قيم، بيعلمني ازاي اعيش، ازاي اتعامل. دلوقتي بيملى هوا، او واخد ساعة بيملى هوا. ايه بقى اللي بيقدمه ايه اللي بيقدموش، بطريقة فيها استفزاز شوية. يعني انا عايزة برنامج بيقدم لي قيمة، في واحد عايز بقى ينتشر يقوم بشاري ساعة في اي قناة، ومع تكرار الناس لما تشوفه هو كده انتشر. طب انت قدمت ايه؟ ايه اللي علم جوايا؟ ايه المادة اللي جوايا؟ بالبرنامج اللي انت قدمته، ان انت تعرفت انا اقول فلان قدمت لي ايه؟ وهو هل فلان بيتعرف من خلال سوري يعني تفاهة المادة؟ ما اكيد فلان ده هيتعرف بالقيمة المادة اللي هو بيقدمها. ممكن واحد يقول كلمة كلمتين بالزبط. في اي حاجة تأثر، تسيب أثر. لكن إن أنا أملى الدنيا كلام 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 من غير ما أطلع بقيمة. وأهم حاجة يقولك أنا بنقل الواقع. واقعي يعني أنت دلوقتي نقلت لي الواقع، طب ما أنا عايشاه. أنا عايزة بقى لما أروح البيت أقعد قدام التلفزيون، أو أنا مثلا راكب العربية وعايزة أسمع حاجة على ما أوصل طريقي، أو يعني فرق في الطريق أوصل المشوار بتاعي، تخليني ريلاكس. يعني تخليني ريلاكس، مش تشدني. مش تقول لي إيه ضرب وقتل وي 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 وتنقل لي أخبار أروح شغلي مشحونة. أنا حابة النهاردة بعد إذن حضرتك هنربط البرمجة اللغوية العصبية بالإعلام. تمام. أنا دلوقتي يعني اللي بيدخل لي، أنا العقل عندي عقل واعي وعندي عقل لاواعي. العقل بيتبرمج، ليه علاقة بالكمبيوتر. الكمبيوتر أنا بشتري كمبيوتر فيش أي، يعني بطلعه من كرتونة. تمام. بحط له البرامج اللي أنا عايزاها باللغة اللي أنا عايزاها. أنا حابة مثلا موسيقى، تلاقي كل الكمبيوتر فيه معظم موسيقى، بحب الأفلام و و و و فمن وأنا الجنين وهو في بطن أمه بيتبرمج، الأصوات اللي بيسمعها من بره، مشاعرها، حاجات دي. طيب اللي بيبرمج عقل الإنسان مين؟ الأسرة. اللي الطفل بيطلع فين؟ في الأسرة. بعد كده الأصدقاء، العيلة، الإعلام، النت، اللي بيسمعوا اللي بيشوفوا. الشبابيك بقى اللي بتبرمج العقل إيه هي؟ العينين، الودان، بتنقل الصورة. لما ألمس حاجة أقول كده أنا حسيت إن دي ساعة أو دي سخنة، برمجت لي لما أجي أبص عليها أقول دي سخنة أو ساعة من غير ما ألمسها. أنا لما استقبل كده وعرفت كل حاجة بتدخل لي عن طريق الشبابيك دي. هنركز بقى على الإعلام. طب الشبابيك دي برمجت لي إيه؟ برمجت لي معتقدات، الدين بتاعي. أنا بتلقى بإيه؟
بسمع ايوه بالظبط. وبقرا، بقرا الانجيل او بقرا يعني الكتب المقدسه، بقرا مثلا كتاب بيعلمني المعتقدات والهويه بتاعتي، كل حاجه بتدخلني في مود ان انا مين، انا مصري. عرفت منين ان انا مصريه؟ في البطاقه انا مصريه، ولا انا في مصر بشوف اهرامات، بشوف امشي في الشارع ده، انا في القاهره، انا وهكذا. فكل ده بيتبرمج من الوسائل الخارجيه بتاعتي عن طريق الحواس بتاعتي. تمام. لو اتكلمنا عن الاعلام، الاعلام انا عندي دلوقتي عقلي واعي وعقلي لاواعي. تفتكر حضرتك الاعلان بتاع ريري؟ شفتي بقى؟ لا هات الريري، هات الريري. شوفي انا فكرتك بايه؟ ده اعلان على فكره كان الكبار والصغيرين بيحبوا يتفرجوا عليه. اه بص، على قد ما هو كان دعايه لحاجه معينه للاطفال، بس حقيقي فعلا راسخ في ذهننا الى الان. وزي ما بقول لحضرتك برضو، الاذاعه عزيزي بابا ضياء لو تفتكريها، صوت ابله فضيله وهي بتحكي الحكايه بالطريقة البطيئة بالظبط. والهادية والمؤثرة اللي هي بتعمل بتحبها وكلمتين وبس وحاجات جميله. دلوقتي. دلوقتي انا فكرتك بحاجة هي مش بتتذاع دلوقتي، ده دليل على ايه؟ على ان هي موجودة في العقل اللاواعي بتاعي، العقل الباطن، العقل الواعي والعقل اللاواعي. العقل الواعي بتاعي 10%، عارفة جبل الجليد لما يبقى تلات ارباعه تحت وربعه بس اللي فوق، الربع اللي فوق اللي هي 10% دي بس، ده العقل الواعي بتاعي. العقل اللاواعي بقى مخزن من وانا في جنين في بطن الام، كل حاجه متخزنه. ساعات تقولي ايه، انا مش بحب فلان ليه، مع ان ده ما ضايقكيش، بس صورته عندي شبه حد ضايقني وانا صغيره، بيبقى او سايب بحب اثر. فلان، فلان، فلانه ما تعرفوش بس مرتاحه، مرتاحه للجو، او شميت ريحه مثلا معينه فكرتني بحاجه انا كنت في اعدادي واشتريت البرفان رجعتني بالذكريات. فالاعلام من واحنا صغيرين لما بيرمي معلومه هو فاكر انها حاجه اتقالت وخلاص. كل حاجه ليها قوانين، حتى العقل ليه قوانين. العقل اللاواعي هنتكلم فيها، هنقول ايه؟ اول قانون في العقل اللاواعي قانون النشاطات العقل. كل ما هو بيعمله، انا اكون فرحانه، اكون حزينه، اكون نشيطه، اكون لا كسل، كل نشاطات العقل الحاجات اللي بيعملها بيركز لي بقى الاعلام. هربط كل حاجه بالاعلام. برنامج اتفرجت عليه خلاني في مود ايه؟ حلو، فرحانه. آه. طيب كده ده شغال لي على العقل بتاعي. برنامج او مقوله اتقالت او خلتني ايه، رحت مدمعه. انت بتقعدي على التلفزيون بتطلعي كل شويه بتعيطي، كل احاسيسك بتطلع وانت بتتفرجي، ده شويه حقيقي. بتعيطي وشويه بتضحكي وشويه مش عارفه تعملي ايه ولا ايه. دي حاجه. الحاجه الثانيه شويه قانون، مزبهله. قانون التفكير المتساوي. ايه هو القانون التفكير المتساوي؟ لما اكون انا مثلا قاعده بمود ان انا عايز اتفرج على التلفزيون واتبسط، هتلاقيني بجيب كل القنوات اللي فيها ايه، حاجة كوميدي عشان الكوميدي مش عارف ايه، حاجات كوميدي. طب حد عايز بقى ايه، ادخل في شجن، هو مشغله ايه الحاجات دراما. اللي فيها، عايز ابكي بس عايز حاجه تدوس لي على مشاعر البكا، او ايه مطلع. لما انا بقى قانون التفكير المتساوي ده، قناه تفتحيها تديكي حاجه مبهجه، انا مبسوطه، وقناه تانية تديكي حاجه فيها انبساط و و و اللي بمعنى انا فكرت في السعاده، هفكر في كل حاجه فيها سعاده. خلاص برنامج بيتكلم عن السعاده هيجيب لك كل الفقرات بتاعته عن السعاده. مفيش حاجه مش في الاخر لقطه كده جايب لك خبر بعد ما كنت بتحكي يوم ايه غمك محزن. لا، قانون هو بيتكلم عن السعاده، كل البرامج بتاعته عن السعاده. او قناه تتبنى ان هي تكون بتبهج المشاهدين. القانون اللي بعد كده قانون الانجذاب. عارفه لما اكون انا بفكر ان شاء الله الاسبوع ده هيعدي حلو، ان شاء الله الشهر ده هيعدي حلو، ان شاء الله الامور هتتحسن، بالرغم من ان يكون في مواقف بتكون مؤلمه، مواقف تضايق، بس هتعدي عشان انت حاطه قدامك ان الشهر ده ان شاء الله هيعدي. انا اكذب لنفسي ان انا هنجح. انا حاطه في نفسي، يعني مره نزلتها على الفيس بقول انا ايه اللي ناقصني عشان ابقى وزيره، يعني كلمه كلمه جت في بالي وانا قاعده كده ضحكت، رحت كاتباها على الفيس. طب ايه اللي رايك لما انا ابقى بجتهد ان انا ابقى وزير؟
افترضي ما بقتش وزيره، خسرت؟ لا طبعا، بس فانا انت حاولتي، يكفي المحاوله. يا ابقى اهتم بقى بالشكل، بالمظهر، بالمعلومات، لباقه بكله، الكلام. يعني في مود بقى ان انا وزيره واخده بال حضرتك. فانا جذبت لنفسي يعني حاجه حلوه هشتغل عليها، جت جت ما جاتش مش مشكله، مش المهم ان انا هتخسري. عايشه في مود حلو. القانون الثاني بتاع المخ او العقل اللاواعي قانون المراسلات، يطلع لك مذيع هو مكتئب، طب احنا ذنبنا ايه؟ دي يعني حقيقة. انا ذنبي انا مشاهد، انا نفسي مكتئبه وقلت اتفرج على التلفزيون، حزينه وحاجه مزعقه ولسه معيطه، قلت طب اخلص عياط وافتح التلفزيون، طلع لي مذيع هو متضايق، راح طلع شحنه الغضب دي على مين؟ على المشاهدين. علينا اللي جواه طلعه علينا، طب احنا ذنبنا ايه؟ او جواه يعني مش مشاعر سلبيه بس، مشحون من حاجه ممكن قبل الهوا حد يضايقه، فطالع طالع بقى مفجر دي كانه بيرتاح كده، لان هي وسيلته الكاميرا او الميكروفون. في قانون اللي عكسه على طول اسمه قانون الانعكاس، هو متضايق من جوه اهو ضايقنا. طيب حد الانعكاس بقى اللي هي جايه لي من بره، جالي انا من بره، فحاجه ضايقتني انا من بره. ممكن واحد وانا دلوقتي قاعده افتكرت حاجه ضايقتني والحت في ان انا فاكراها قوي، هتلاقيني ايه؟ اتشديت كده. حتى وانت لو بتحاولي إيه؟ لو بتحاولي تضحكي ما هتبقي متنشنه، لان انت الموضوع جاي في دماغك. برضو احنا كمشاهدين الاحداث اللي بنشوفها في التلفزيون او اللي بنسمعها في الراديو اللي هي الشبابيك بتاعت العقل بقى، سمعت وشفت، زي ما قلت لحضرتك افتح النشره الصبح الاقي داعش، بالليل الاقي داعش، بتغدى الاقي داعش، طب يعني اروح فين؟ اروح فين؟ ما هو كل ده بيأثر عليا. الوجبه كلها داعش. اجي اذاكر مثلا لو امي بتذاكر لاولادها هي مشحونه، فالحاجات اللي من بره بتأثر عليها. الاعلام لو خد باله ان هو شيء خارجي يعني جاي على المشاهد، ما فيش حاجه اسمها انقل الواقع، لان مش كل صح، انت بتنقل صح، انت مش بتكذب، ولكن مش كل الواقع السلبيات دي. لما نيجي نشوف حاجات تانية، انا في قناه شفتها، انت قصدك هو بينقل كل السلبيات بعيدا عن بعيدا عن الايجابيه اللي هو بيشوفها. يعني هو شغال على على الحاجات السلبيه بس. تمام. في بقى القانون بقى المهم، التركيز. كل القنوات مركزه على موضوع واحد، تفتحي بص بقى نقطة زيت نزلت في النيل، فشفتي فتحت القناة لقيت نقطة الزيت على ايدك اليمين، خلاص على ما تفتحي القناة التانية يقولك نقطة الزيت جت في الناحية الشمال، قناة تانية بقى تلاقي نقطة الزيت بعدت 3 سنتي، انت مركز على ايه؟ على نقطة زيت. يعني انا استفدت ايه؟ ايوه صح، كأني عارفة خرطة واحدة من 8 بالليل ل 11 12 خلاص اتشحنت ب هي حاجه واحده اللي بيتكلموا فيه، بيركز على ايه؟ انت مركز لي المخ بقى ايه؟ بطاله. البطاله بيجيب لك البطاله بانواعها، اللي ما اعرفش ما فيش شغل، الغلاء، الاسعار غاليه، الاسعار عمال يركز يركز يركز. ما هو انت كده دخلت لي جوه الدنيا غاليه. طب الناس بطلت تاكل، بالزبط. بطلت تشرب، بطلت تشتري حاجة أصلا. اما يكون مركز بقى على حاجة ويجيب لك فوكس عليها، ده بيأثر على العقل بتاعي. الحاجة التانية قانون التوقع، قانون التوقع من القوانين المهمة جدا. أنا أتوقع إيه؟ أنا الحمد لله كل ما باجي لحضرتك بتوقع الحلقة تطلع حلو، والحمد لله بتطلع حلو. الحمد لله. مذيع يقول لك انا اتوقع البلد دي في خلال سنتين هتبقى يعني بصوا في ايه. طب ما تتوقع حاجه ايجابيه. بالظبط. زي الانجذاب كده، ما تجذب للناس يعني طاقه ايجابيه. انت عمال تتوقع توقعاتك انت. طب انت فاشل، انت متخيل ان انت كده ناجح، انت كده اثرت انت في بتنقل السلبيه كلهم للمشاهدين. يعني انت عملت ايه في دنيتك؟ طب حلو، دورك ايه في تغيير الواقع ده؟ لا هو ينتقد بس. عملت ايه؟ نقلت لي ايه؟ شحنتني قبل ما انام، انا كده دي التسليه اللي انا قاعده بتسلى بيها. القانون بقى اللي بعده قانون الاعتقاد. انا اعتقد مصر، انا هقولها كلمه يا رب تتسجل للتاريخ. ايام يوسف الصديق احنا اكلنا العالم.
انا اعتقد واتوقع واركز، مش كل القوانين هدخلها في بعضها وهجذب جذب القانون الجذب، ان احنا هنأكل العالم تاني ان شاء الله. بصي انا الكلمه دي هسجلها للتاريخ، ان مصر هترجع تاني تاكل، مش واقوى تستورد من قمح، الاول، اقوى من مش الاول ان شاء تستورد الله. قمح. واخد بال حضرتك؟ انا بقى لما اعيش بمود الامل زي الام، هنقول ام حامل الدكتور قال لها احتمال البيبي ينزل ضعيف، فهي بتقعد تدعي تقول يا رب هينزل ان شاء الله كامل، هي بتتوقع وبتركز في انه ينزل ايه البيبي سليم، يا رب وتقعد تدعي، يبقى هي توقعت جذبت لنفسها مشاعر حلوه. لو هي مركزت بقى على الكلام اللي الدكتور قاله، هتقعد مكتئبه وحزينه وشايله اليوم اللي هينزل فيه لان هو نازل مش مكتمل. هقول حاجه حقيقيه حصلت، كنت في الامتياز وكنت في قسم النساء، فكنت شاطره جدا في النساء، بعرف اولد على فكره يعني. طب كويس. فالدكتور انا جيت الصبح، دكاتره الامتياز بقى زمايلنا، احنا زمايل، احنا امتياز كليه التمريض وهم كليه الطب، فدخلت بقول له دكتور معلش يعني انا اولد الحاله، قال لي ايفلين انا قاعد عليها طول الليل، قلت له معلش انت ليك فرص كتير، احنا يعني فرصي اقل، معلش قوم. قال لي عموما البيبي ميت، ولدي الحاله. قلت له ماشي، هي برضو البيبي لما بيبقى ميت بيتولد مش بيطلعه زي القنصه يعني. لا انا بصيت كده لاني انا عارفه ان بيبقى وهو صاحي بيبقى فيه الوجع بتاع الولاده، لكن هو ميت هيبقى فيه الوجع برضه، الرحم بينقبض يعني عادي. تمام، ويتولد. المهم صدقيني انا معرفش دي معجزه ولا ايه اللي حصل، انا مش عارفه، استحاله هيكون بيولد بيبي ميت وهو مش ميت. انا قعدت وعادي خالص، نسيت، مش نسيت، تجاهلت كلمه ان البيبي ميت، ولدت البيبي لقيته صحي. سبحان الله. شوفي الكلمه دي سنه كام يا ربي؟ 89. البيبي ده انا ما اعرفش بقى هو فين، زمانه كبر يعني. اكيد. طب لو انا كنت اعتقدت وتوقعت وكل حاجه ان البيبي ميت، كان ممكن اولد باي طريقه، اشده باي طريقه، ما هو ميت. انا عملت كل البروسيجرز، كل الستبس، كل الخطوات بتاعه الولاده، ونزلت البيبي صحي. ازاي؟ مش عارفه لغايه دلوقتي، مش عارفه ازاي نزل صحي. كل الناس قالوا ازاي صحي، قلت لهم ما اعرفش ازاي صحي، الدكتور قال ميت. فده يعني مش انا بقى توقعت وعملت بقى قانون العقل الباطن والكلام ده، انا بقول حاجه اشتغل على ان مصر دي ام الدنيا. اشتغل على ان مصر، طلع بقى من عقلك اللاواعي المعلومات اللي انت عارفها، ان مصر دي اكلت العالم وانقذت العالم من مجاعه، اشتغل على دي. وافتكر زمان احنا مرينا بازمات اكتر من كده، يعني لو حضرتك تفتكري احنا مرينا بحاجات اصعب من كده بكتير، وكان الشعب مستحمل. ليه الشعب دلوقتي مش عايز يستحمل؟ كل حاجه عامل لك عليها يعني، ما عرفتش يعني، كل حاجه الاسعار غاليه. طب ما انتوا زمان ما كانش فيه اكل وكنتوا ماسكين على نفسكم، كان زمان العيشه صعبه وكنتم مستحملين. ده اللي بيعمله الاعلام في الفتره الحاليه. انا مش بحب الرئيس السيسي، ولو اني انا لو حبيت له هيبقى من حقي، لان انا من ضباط القوات المسلحه، يعني هيبقى العادي بتاعي ان انا اتكلم بالطريقه اللي هقولها دي. هيقول لك بتطبل له يعني، خدي بالك يعني، يقولوا اللي يقولوه. انا برضو انا واحده عفيف في الجيش، فاكيد لما هتكلم على رئيس كان مش من ابناء القوات المسلحه، كان قائد للقوات المسلحه، يبقى انا كده هتكلم كويس. والا بقى سوري في اللفظ، قليله اصل. لو انا ما اتكلمتش بايجابيه يبقى انا ما اتطمرش فيا اللي الجيش علمهولي. الرئيس شايف مصر لقدام، فبيشتغل على الرؤيه دي، على الرساله، وشايف الارض الخضراء، النيل النظيف، شايف الحاجات الحلوه دي، فعمال يشيل السلبيات السلبيات. هم بقى الاعلام اللي ليه اجنده. طب يعملوا ايه بقى؟ وهو سلاحهم الكاميرا، وسلاحهم الميكروفون. لا لا ده الدنيا غاليه، لا لا ده الدنيا مش عارف ايه، بص ده الدنيا هتولع، ده وده فعلا اللي شغالين عليه، ده حقيقي. لا مش هيخيل، لان احنا شعب واعي، لان احنا بناكل وبنشرب وكلنا تخين،
من الاكل والشرب. يعني ما فيش والا بقى كنا عصعصنا. يعني هي المقصود من كلامها ان ما فيش مجاعه، يعني ما شاء الله كلنا صحتنا حلوه. يعني يبص على الصومال، يروح يبص على الصومال اللي زي الفتله، اللي صور الاطفال بييجوا يشربوا من، مش عايزه اقول، يشربوا من حاجه، وفي حاجه تانية يشربوا من حفره. احنا بولادنا بياكلوا احسن اكل، يشربوا احسن شرب، واخده بال حضرتك؟ فالاعلام اللي بيعمله ده يعني مفقوسين قوي من الاخر كده، مفقوسين قوي. لسه كنت برضو تعليقا على كلامك، كان بمناسبه اجتماع المؤتمر الشباب اللي عاملينه، فكنت منزله بوست، الله عليك يا ريس وعلى الكلام، على كلامك. انا عايزه اقول لك ناس ايدت، وكميه ناس بقى بتتكلم بطريقه عارفه فيها سخريه وحاجه مش كويسه، وما يعرفش ان هو بينتقد باسلوب مش حلو مش مهذب. يعني ما حد يقول لي ايه اسمعي ام كلثوم، ام كلثوم صوتها حلو، هو عمل ايه، ما كفايه الحاجات اللي باظت، الجنيه اللي عومه ومش طب حلو، طب ما تقوم انت تعمل بالظبط. انا دي اللي قلتها يعني بقى، تتكلم، ما تقوم انت قلت تعمل. قلت بلاش الانتقادات الكتيره دي، ويا ريت اللي عنده فكره يقول لنا لو انت مكان الرئيس هتعمل ايه، ادينا فكره. لو حضرتك مكان الرئيس وبلد واخدها واقعه، حضرتك الرؤيه بتاعتك ايه وانت بتنتقد ده كله؟ قول لنا رؤيه انت حضرتك عملت ايه. في الظلام. اوكي، حضرتك بقى جبت لي شمعة ولعتها لي، بالظبط، عملت ايه في مكانك؟ ايه اللي انت، لو انت بقى بتنتج، اقول لك اللي بينتقد دول بيعملوا ايه. اللي بينتقد ده هو فاشل فاشل فاشل، فعلشان ما يحسش ان هو فاشل فبيقول لك اللي حواليه فاشلين. والحكومة، بصي احنا قلنا كلمة بقى بمناسبة الحكومة دي، اللي هي التعميم او البطالة او البلد، في المخ لما بيستقبل المعلومات، بس الاعلام بيعمل ايه؟ زي المخ بالظبط، المخ لما بيستقبل المعلومات عن طريق الحواس بيدخل جوه، يحصل له عمليات، ثلاث عمليات. اول عمليه التعميم، زي انا اقول لك ايه، البلد فيها بطاله، كان الناس مشاليل وقاعدين ايه، وما فيش حد عندهم بيشتغل، الرعاش كلهم. عمم، يحذف، ما يقولكيش في نسبه بطاله، لا يا فيها يحذف بطاله، بس يا يعمم، يعني يحذف معلومه نصها ايجابي، هو قال النص السلبي وعمال طول الحلقه على النص السلبي، يا يشوه معلومه، خلاص. تمام. فده لما انا عمم اقول لك ايه، مثلا الدنيا بتنطر، الدنيا كلها بتنطر، ياما بتقوم بقى الدنيا كلها بتنطر، في مطر، اقول في مطر بالظبط، لكن مش الدنيا بتنطر، دي معلومه فيها تعميم. أيوة. وفيها كل الدنيا بتنطر في توقيت واحد لامريكا ومصر. لا، وبرضه يقول لك ايه، السياحه وقعت، طب قومها انت، يعني برضه من ضمن، مش يقول لك ايه فتره من الزمن والسياحه ان شاء الله هترجع، على اساس ينقل الصوره. اديتني حلول، يعني يا اعلامي يا متميز، يا حد كده قعدوك قدام كاميرا طلعوك في التلفزيون، على مسؤوليتي كل اللي بقوله ده، انا ما عنديش حاجه، يعني انا بصي مواطن عادي مفيش حاجه خايفه عليها. اديتني بقى حلول، انت قعدت تنتقد وصوتك عالي، وحسيت بقى ان انت حماسي، ودخلت لي كده في الجمهور وهو قاعد امن بعد يوم عناء، حضرتك كنت نام طول النهار وجاي لي الساعه بتاعت بالليل ايه، تفوق علينا زي ما بيقولوا، واخده بال حضرتك؟ طيب انا دلوقتي الاعلام اللي دخل وفاق على الناس دي الساعه اللي قعدها بالليل او الساعتين، وقبض اللي قبضه ماشي، وظبط اللي ظبطه، بقى نروح نام عشان يجي لي بالليل تاني الساعه 10، عمل ايه بقى بالنهار، عمل ايه في المشاكل اللي هو بيحكيها؟ هقول القوانين التانيه بسرعه. احنا قلنا قانون العادات، قانون العادات اللي هي ايه، متعودين مثلا نصحى الصبح على يا صباح الخير يا سليمان، كانت جميلة بجد. احنا دلوقتي بنصحى على ايه؟ مطل ومسرح وإدانة، ايه اللي احنا بنصحى عليه؟ ده حقيقي فعلا، خلاص. فالعادات، الإعلام، لا وبعدين برضو يعني أنا مش هقطع كلام حضرتك، بس كان زمان
اما تصحي كده الصبح، يا صباح الخير يا اللي معانا، عارفه تبقي حتى وانت بتقول ماشيه في الطريق وقابلت اي حد بتلاقي وانت بتقولي له صباح الخير انت مبتسمه دلوقتي ماشيه، ولو قابلت حد لا عملت نفسك مش شايفاه، لا ماشيه مقشره، يعني المنظر العام اتغير نهائي. نغير بقى عاداتنا وتقاليدنا في النوم وفي الصحيان. وانا بقول لكل الناس لو سمحتوا ما تتفرجش على نشر وتنام. في ناس تقول لك ايه انا هتفرج على بعد الواحده وانام، انت مخك خد سلبيات وراح نايم، انت صاحي الصبح مكشر ما تنامش على طول. بصوا يا 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 كل الناس اللي بتسمعنا، انا عن نفسي بعمل كده الحمد لله، ما بنامش على طول. يعني انا مثلا هنام الساعه 2 الساعه 1 الساعه 12، قبليها بساعه لازم اعمل اي اقرا حاجه اسمع حاجه اي نشاط تاني تخليكي ريلاكس كده. لو انا نايمه متضايقه قبل ما تنامي، لو انا داخله على النوم على طول بقفل الموبايل. الناس اللي بتسيب الموبايل مولع لاحسن حد يطلبها. طب ما انت دماغك مش مركزه هنام ولا حد هيطلبني، خلاص نغير بقى من عاداتنا والحاجات دي. في بقى قانون الفعل ورد الفعل. انت دلوقتي لما تشحنني بالليل وتشحنني الصبح قبل ما انزل، ايه اللي مطلوب مني؟ اروح الشغل لو لقيت حته عفر على المكتب هجيب الساعي بقى، ما هو ده اللي قدامي يعني. خلاص او زميل ليا كده مستكن او مطلع ايه، ما هي شحنات الغضب. ما هي كل دي شحنات. انت شحنتني بالليل، شحنتني وحضرتك روحت تنام وانا صحيت اروح شغلي، يبقى انت عملت ايه؟ خليتني في رد فعل مش كويس. بالظبط. تعالي بقى نطبق قانون اسمه قانون الاستبدال. هنطبق القانون ده بس بعد ما نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم نكمل تأثير الإعلام في الفرد والمجتمع عموما. انتظرونا. رجعنا لحضراتكم تاني ونكمل حلقتنا مع العقيد ايفيلين فاروق. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ونكمل حلقتنا دور تاثير دور الاعلام في الفرد والمجتمع. نكمل بقى مع حضرتك اخر قانون بقى. العقل يقدر يبدل كل الحاجات اللي احنا قلناها دي. لو انا متعوده على حاجه مثلا بتفرج على النشر وانام، يقدر يستبدل العاده دي. إيه لو انا مركزه مثلا في حاجه سلبيه يقدر يركز على حاجه ايجابيه. بقول بقى للاعلام استبدل بقى الطريقه اللي انت بتتكلم بيها، لان انت كده مش هتاخد، يعني انت بتقبض فلوس دي ربنا مش هيبارك لك فيها، لان هي بدل انت ما بتجيب طلقه، بدل ما بيدي واحد ارهابي طلقه يقول له اضربها في فلان، كلامك زي الطلقه لما بتنزل على البني ادم يعني ممكن دلوقتي ايه يعديها، لكن هي ركزت في مخه. تمام. انت زيك زي الارهابي بالظبط، هو بس هو الارهابي ده ظاهر. ادى طلقه في دماغ واحد موته وخلصنا، مش هيسترجع معلومات لانه انتهى. لكن انت دلوقتي شحنتني مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. استبدل بقى الطريقه دي، لان دي امانه، انت متحمل امانه، انت واقف على منبر. زي الدكتور اللي في الجامعه اسمها الحرم الجامعي. الشيخ اللي واقف على منبر في الجامع، وكان اللي في كنيسه، والخادم اللي في كنيسه. انت الكلمة دي عاملة زي السيف زي الطلقة. لو انت دلوقتي مبسوط انك مشهور، لو انت دلوقتي فرحان بالفلوس اللي انت بتاخدها دي، هتنزل عليك زي النار، هتنزل عليك زي النار كده. انت هتقول انا بوظت عقول ناس وتعبت ناس وقربت ناس. طب تمام. عندي امل انت عملت موته. زي بقية النار. انا حضرتك عندي زرعة. بدل ما حط لها مية عمال احط لها ميه نار، عايزني اطلع ايه؟ وانت عمال ايه؟ مثلا شفت الرئيس عمل حاجه، حد عمل شجع. شجع يعني لتاكل خيرا او لتصمت، ويا ريت تصمت. عشان نسمت. لا برضو عايزه اقول لحضرتك على حاجه، يعني في برامج تحس ايه برضو بتبقى، يعني حضرتك احنا بنتكلم على البرامج اللي هي السلبيه. في سلبي وبيبقى نظام اللي هو واخد نظام تهريج. يعني مثلا
يجيب لك برامج ترفيهيه بس نظام ما بتخلينيش انا استفاد منها بحاجه. برامج اقل لك السم في العسل. ايوه بالظبط. عارفه اللي هو ايه، مضيع عقول الشباب بقى في حاجات تافهه كده، يعني حاجات مش بناءه. يعني انا بتكلم على في برامج ترفيهيه بس مش مستفاده طيب منها انا حاجه. اقول تدريب للاعلاميين رحله يطلعها يعني بالفلوس اللي بياخدها بس مش كل ويخلص. الاعلام. ما انا بقول اللي هو احنا بنتكلم على الفئه الفئه اللي ماسكه دماغ الناس وعماله تبرمج فيها بالسلبي. احنا النهارده مبسوطين بمؤتمر اللي حصل في اسوان وفرحانين، نيجي بالليل واحد طالع البلد فيها بطاله، يا ريت تسكت يعني، يجي لك كده خرس وتسكت. في حاجه عايز اقولها، لما تقبض اخر الحلقه احجز وروح، بس تروح فين بقى؟ في سينا. اول اسبوع في سينا على حدود العريش ادق، يعني خلينا في العريش ادق. روح اعمل سفاري في العريش او في سينا. لا سينا دلوقتي بقت شبه امنه، هاديه. خلينا في العريش بقى، احنا عايزين نوديه في حته. لا ما هي العريش دلوقتي. العريش. واقعد اعمل هناك سفاري وفي فندق، واسمع بقى الاخبار اللي بتحصل هناك من الواقع، وشوف الشباب اللي زي الورد اللي امه بتتفطر عليه واللي مراته بتتفطر عليه واللي ابنه بيتتم، ها؟ وعيش بقى الواقع. عيش بقى، انت قاعد لي في تكييف، نمت روحت طبعا في تكييف الاستوديو بتاعك، انت عايش في حاجه مغلقه. طب ما تنزل، ما تروح المدينه العاصمه الجديده وتنزل تبص على الواقع. في مذيع، بصي المشهد ضايقنا شفناه، عربيه دهست دم، يقول ايه للمعد او المخرج إيه الصوره تاني لو سمحت، الصوره التكرار، عارفه عمليه التكرار دي. جايز يكون اللي ما حد شافهاش يشوفها، جايز حد يكون عمي ما خدش باله. يعني بص يكون في مشاهد ما كلبش كوبايه شاي ما راحش المنظر تاني. الصوره لو سمحت، انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ يعني انت هتصلي الفجر، هنقول انت طاقف بتصلي الفجر، هتقول ايه لربنا؟ عملت ايه النهارده في شغلي؟ ما هي دي وزنه. زي الدكتور اللي ماسك مشرط وسهران طول الليل او انت عملت ايه؟ انت في اللحظه اللي انت كنت قاعد فيها بتدمر نفسيه ناس ومشاعر ناس، حد كان واقف زي الاسد، العساكر اللي بيقفوا شفايفهم متلجه يعني، ها، وايديهم متلجه في البرد، وحضرتك قاعد بتتدفى في التكييف، والنسكافيه والحاجات دي، انت عمال تشوه في حاجات اخرتك مش حلوه. ده للاعلامي السلبي، في اعلامي ايجابي. خلاص الاعلامي الايجابي ده بقى هيفرح للفرح، هيلاقي بركه في نفسيته، حتى يقول النهارده انا شجعت الناس، دعمت الناس، مش هيقولوا بقى بيطبل. يعني انا كتير، انا كتير لما اكتب بوست كده على الفيس بمناسبه المؤتمر بتاع الشباب، الناس بقى انت عشان عايشه كويسه، انت مش عم... يا جماعه مش طب كده، طب ما احنا عايشين يعني عيشه كويسه، معلش في خير يعني مصر. بالظبط في خير مصر وبعدين وخير الناس اللي تعبانه عشان انا عايشه كويسه. يعني انا عايزه اقول لحضراتكم، انا شفت حته موقف لا ينسى بجد عن ام شهيد وهي بتاخد جايزه تقديريه من سياده الرئيس، راحت قالت له انا معايا ابن وحيد، ابن وحيد بس في ده مصر، وانا مش هستخسر في مصر اي حاجه، ومش انا حزينه على ابني بس مش حزينه ان هو بقى شهيد على ارض مصر. طب حضراتكم بقى، هي ام وفقدت اغلى ما عندها وفقدت ابنها الوحيد وبتتكلم اكيد ده ظابط، لان لو مجند ما كانش دخل الجيش. شوفي بقى سيان بقى، شوفي بقى، بصي الكلام اللي هي قالته يعني عارفه حاجه تفرح. لا انا بوضح للي ممكن ينتقد بقى الجمله بتاعت حضرتك، ازاي وحيد ودخل الجيش؟ اكيد ده ظابط. تمام. فعايزه اقول لكم، وهي بتتكرم، انا بصيت على المشهد، اما الناس اللي عماله كل شويه هو الريس عمل ايه، هو الريس كل حاجه عمالين يخبطوا فيها لغايه ما نقلوا الصوره للمواطنين
بطريقه مش كويسه لغايه ما المواطنين اصلا بقوا يرددوا الكلام ده. يعني انا اما بشوف التواصل الاجتماعي والكلام اللي مكتوب عليه انا بحزن. ما أول انت يا حاجة مصري وبتتكلم كده على رئيسك، صح يعني ما خليت ايه اللي بره؟ يعني انت مش عارف المجهود ومش مقدر المجهود اللي قايم بيه رئيس الجمهوريه، مش عارف. معلش انا يمكن كتبتها النهارده في تعليق عندي برضه على صفحتي، بقول كان اتخن واحد بشنب ما كانش بيقدر ينزل، ولا هو ولا مراته ولا عياله. سعادتك دلوقتي قاعد في امان، سيبك بقى من الحاجه غليت، الحاجه هترخص ان شاء الله والايام اللي جايه تبقى احسن من اللي احنا فيها وفتره وهتعدي، لكن مش هنقعد بقى نتغنى كل شويه الرئيس عايز يعمل ايه. قول لي سعادتك اقتراحات، بدل ما حضرتك عمال تنتقد تنتقد تنتقد، قول لي انت قدمت ايه حلول. قاعد عمال بس قاعد على الفيسبوك، هي اخرتك كلمتين عمال تنقلهم على صفحه التواصل الاجتماعي، لكن فعل ما فيش. اتفضلي. اقول حضرتك حاجه لاخواتنا المسلمين اللي بيتفرجوا، لو حد فيهم اعلامي، لتكن خيرا او لتصمت. خلاص. وتبسمك في وجه اخيك صدقه، ما تطلع كده في الشاشه تبتسم، يبقى عندك امل وتفاؤل. انت خدت صدقه وانت قاعد ما تدفعش فيها فلوس، ده بالعكس انت هتقبض عليها. وللمسيحي الاعلامي، سوف تعطونا حسابا عن كل كلمه بطاله. انا مش بتكلم، انا بقول عام بقى. ما هو الاعلام يا فيه مسيحي يا فيه مسلم، اكيد طبعا. خلاص ما عندناش يهود. يعني اللي هيقول كلمه بطاله هتتحاسب عليها. اللي الكلام كمان يبقى عصر، ويل يعني لابد ان تاتي العصرات، ولكن ويل لمن تاتي بسبب العصره. فما تبقاش سبب عصره للاحباط ولليأس وي 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 وي, وي. نبقى احنا عمالين نزرع 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 في الامل في الناس. بتوع التنميه البشريه يزرعوا الامل في الناس. فروح الشاب، روح مبسوط ان شاء الله هيعمل وعنده فعل. يجي بتاع الاعلام صحي المغرب، ده له الشحنه لبس السلبيه. عربيه جه من التكييف للتكييف. لما بقى ايه نتسلى شويه عن الناس، ضيعني المحاضره اللي انا اديتها. يعني احنا عمالين بس يا جماعه منفخ. خلي بالكم هي ما بتتكلمش على الاعلاميين كلهم، لا. انا جايه في المترو صدقوني. يعني احنا عشان بنتكلم بس على الناس اللي بنقل الصوره صح، برضو انا جايه في المترو زي اي حد طبيعي. برضو الاعلام ممكن يشوه مهن، تخيل يشوه مهنه ويديها صوره كده زي التمريض. انا قلبي على التمريض، ان شاء الله التمريض ده هيبقى نجم في السماء. لما يجيب لي الافلام الممرضه اللي كذا ومسلسل الممرضه اللي كذا. حضرتك لما بتعيا بتروح فين؟ بتروح فين؟ المدام اللي بتمرضك، المدام هي اللي بتديك الحقن والمحل. لا، وبيطلعوا دور الممرضه برضو، ان هي ايه لما يكون حد عايز يخلص من حد يديها فلوس عشان ايه يحط له مش عارفه ايه جرعه زياده. فيبقى واللي مش عارف مين اللي ثابت واشتغل التمريض. ده جميل جدا، حلو قوي. انا عايزه اقول لك بينقلوا صوره فعلا بشعه على الموضوع. يعني ما يعرفوش مثلا، بالمناسبه ان مهنه التمريض، يعني لو اتكلمنا في الاسلام كان زوجات الصحابه بيروحوا يعالجوا الجنود او اللي بيعملوا فتوحات مثلا. ففي كان بيتجرحوا، كانت حاجه الصحابه ماشي. واحنا عندنا في المسيحيه اللي دي مهنه الراهبات، هي بتتراهبن وتروح ايه تشغل تعالج مرضى، دي بتبقى الخدمه بتاعتها في الحياه. يعني انا مثلا لما كنت قبل ما اروح الجيش خالص، بين الامتياز والجيش في النص كده، اشتغلت شهرين في مستشفى خاصه. فانا واقفه على الكونتر دافع شويه عن التمريض، ها بالمناسبه نسبه الاعلام يعني تمام. فلقيت حد يعني شباب دخلوا في مستشفى فروكسي، شباب دخلوا دخلوا الاوض. بعدين حد جه حط لي ورده، انا مش فاكره ولد ولا بنت، هم كلهم يعني مقاس واحد، الولاد والبنات كانوا رفيعين كده وحلوين. حط لي ورده، فانا بسال البنت زميلتي بقول لها مين دول؟ قالت دول شباب بيجوا من وقت للتاني بيدخلوا للمرضى، بيدوم يعني بيصلوا معاهم وبيدوم ورد وهدايا. فانا فرحت جدا، قلت ايه طب ده عشان اداله ورده يعني فرحان، حاسس ان هو عمل حاجه. طب انا بقى اللي هاكله واشربه، ولو مريضه ست كبيره في السن او راجل كبير في السن هنحميه، يعني انا بقى هيبقى شغلي. بصي لما من اللحظه دي
كانت اللحظة دي سنة 89، آخر 89 وأول سنة 90. مثلا كنت باخد سهر، فلما كنت أصحى احنا مثلا ايه بيقول لنا ناموا من واحدة لثلاثة او من واحدة لاثنين من اثنين لثلاثة، فأنام الساعة بتاعتي أقوم بأدي علاج الساعة 5 الصبح، أقوم بمود الراهبات اللي قايمين يعملوا التسبيحة. خيالي ده حلو خالص. ما فيش يوم نزلت متضررة غير لو كان ابني هو صغير تعبان، ده شعر الأمومة العادية. طبيعي. لكن أنا متضايقة إن أنا نازلة أمرض حد أو الأول كنت داخلة التمريض، يعني أنا مجموعة جاب علوم، والدي قال لي هدخلك التمريض عشان تدخلي الجيش، حط لي كل الاستكارات تمريض. ايوه. فدخلها تقيل عليا، يعني تقيل. فلما الولد حط لي الورده او البنت اتغيرت بقى النظره. فكنت ماشيه حتى في كنت في الجيش اخدم، انا المفروض الرئيسه، احنا كده في اعلام بنحسن صوره، يعني بمناسبه الاعلام اللي بيشوه. كنت المفروض انا رئيسه البنات يشتغلوا ويعملوا، انا مش هتصدقي ان انا كنت كتير ابقى حاضر العلاج مع البنات. وفي مره مشيت ورا البنت بالصينيه، يعني انا رئيستها وماشيه ورا، انا معاها ما قلتيش بقى انا الرئيسه والكلام ده. انا عايزه اخد بركه بقى. خلاص ماشيه معاها بالصينيه واحضر لها، والغيار احضر لها الغيار، هي تغير او هي تحضر الغيار ونغير. لما احب افوق كده اشمر واجيب سابو بلاستيك، وكنت اجيب العيان بقى المريض العجوز او الست العجوزه على عجله وندخل الحمام. يعني بصي كنت انت فرحانه. انا بخدم، مش حاسه ان هي وظيفه على قد ما هي خدمه. السهر بقى اللي الاعلام بوظ صوره التمريض. انت ما شفتش الست التمريض اللي سابت ابنها عنده امتحان الصبح عشان تروح تسهر تمرض او تشتغل في شغلها، اللي ما شفتش الام اللي ابنها حرارته 40 ماشي وسايب بقى عشان نازله شغل. انت ليه ما اظهرتش ده؟ ليه ما اظهرتش ده؟ ايه بتنقل الواقع اللي انت بتنقله؟ يعني ما فيش دكتور ذمته استك؟ ايوه بالظبط. مفيش محامي شايف يعني الراجل جايب له السكين عليها الدم ويقول له طلعني براءه، ويطلعه براءه عشان ايه؟ خطأ في الاستدلال ولا خطأ في الاجراءات؟ ولا ساعة ما قبضوا عليه ما كانش معاه تصريح؟ فانت ما تجيش بقى على فئة وتظلمها كده. مع قلة عدد التمريض اللي حصل 30 عيان على ممرضة، المريض المريض لما يجي كله بقى خايف يدخل على اساس ان ايه، فبوظ المنظومة الصحية. بوظ ايه؟ احنا من منبر الاعلام دلوقتي بنحسن الصورة دي. يعني على قد ما اقدر انا هتبنى موضوع التمريض ده على فكرة، لان انا لما ابني كان يبقى تعبان انا ما نودر كنت اودي ابني المستشفى، عارفه بعمل له ايه في البيت. والدتي لما تعبت عرفت اتعامل، ولما حسيت ان الدنيا هتتدور رحت واخدها المستشفى، كنت عارفه بعمل ايه والكلام ده. فالتمريض انت لو والدي قال لي كده، بقول له يا بابا التمريض سمعته مش حلوه تدخلني تمريض، قال لي بصي انت هتدخلي تمريض لو ما اشتغل، يعني ادخلي التمريض وما تشتغليش هينفعك في بيتك. حصل. بصي يعني برضو انت من كلامك استنتج ان الفكره اللي انت كنت واخداها عن التمريض من الاعلام، من الاعلام. وبرضو لو برضو هنرجع برضو بسبب الاعلام شوهت صوره المراه المصريه برضو. دي انا عايزه يعني المنتجين اللي كانوا بينتجوا الافلام وبوظوا الشباب عشان الفيلم يجيب اعلى ايرادات، يجيب لك صوره في الافيش بتاع واحده عريانه. ايه اللي انت بتعمله ده في شباب لسه طالع ولسه بالزبط. مشاعره بكر زي ما بيقولوا بالظبط. ده بقى الاغنيه تبقى مستفزه وشكل منظر ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما تنزلي على السياحه. أيوة. صور لي في اسوان مره بالظبط. ده اللي انا بقوله لحضرتك ان برضو المنتجين ساهموا في تشويه صوره المراه المصريه اللي كان الكل بيتغنى بيها. يعني لو حضرتك زمان كنت تسمع ما حد يجيب سيره المراه المصريه يقول لك هو في احلى من المراه المصريه، دلوقتي يطلعها لك بدور راقصه،
بدور واحده سيده ليل زي زي الخمره، ويجيب لك البطل اللي هم الشباب متمسكه بيه وبيحبوه قوي بيشرب مخدرات وبيشرب سجاير. طب انت بتنقل صوره ايه يعني؟ ما انت ما يعني انا لما يكون بحب العقيد ايفيلين لو عملت سيئات ما انا بقلدها. في بنت كنت باخد كورس، هي بنت مؤدبه جدا وفي حالها قوي يعني، وكنت باخد كورس اعداد وتقديم برامج، قالت كلمه قدامي كانت بتتكلم، مش هقول الاسامي اللي انا باخد معاها الكورس، فبتحكي بتشتكي يعني ان هي في فكره برنامج عندها، فالمنتج او المخرج مش فاكره قال لها تقدري تلبسي عريان وتلبسي مش عارف ايه عشان نقدر نعمل البرنامج ده كسياحه. هي يعني سياحة في البلد ولا سياحة عليها؟ معرفش يعني هو السياحة عنده من أنهي معرفش منطق يعني، معرفش سياحة الجسم ولا سياحة البلد والآثار الفراعنة اللي موجودة في البلد يعني؟ ما مش فاهمة برضو. أيا كان يعني، هي شوفي علشان بنت توصل مثلا في التمثيل وتوصل في كذا تعمل تتخلى، ما كل ده إعلام يعني، نقفل التلفزيون يعني ونبدا نقطه من اول السطر. ها زي ما بيطالبوا الداخليه انها يقول لك ايه، ما اعرفش قالوا كلمه مش فاكراها ينظفوها، باين مش فاكره قالوا ايه. الاعلام ده اللي عايز تحط عليه كلور اصلا، الاعلام ده اللي عايز تحط عليه كلور. واخدين بالكم؟ انا اصلا ماليش حاجه في البلد، انا هدفن فيها بس اللي هي تربه كده في حته هدفن فيها، ولا ما عنديش حاجه اخاف عليها كلنا. وانا بقول لك يعني اللي انا اقوله انا حره. انت قلت انت كنت شايل برق الحياه لما استفزتنا، فانا مش هحط لك برق الحياه وانا بكلمك او برد عليك كاعلامي، انت كاعلامي يعني ايا كان انت مين. فانت اتشهرت على دم ناس وعملت ثروه على دم ناس وعلى نفسيه ناس واحبطت ناس ودمرت نفسيات يعني ايه اللي انت بتعمله؟ انت ماسك طلقه في ايدك، الارهابي موت واحد انتهى ملوش اثار، انت لكن بتموت عقول كتيره. انتج بقى، انزل اعمل حاجه، مش نايم طالع من على السرير على كرسي بعدين هتروح في العربيه. انت اللي ما بتنتجش، سوري انت اللي مالكش لازمه. لكن الاعلامي الحر اللي ده محامي، انا هعرض المشكله بالحل. ازاي نقدر نخلي المشاهدين يميزوا بين الاعلام الصح والاعلامي اللي هو بينقل لهم صوره مغلوطه؟ ما يشاهدش الحاجه، حاسس ان هيستفزه. انا اقول لك على حضرتك على حاجه، لو انت حاسه ان انا لما هاجي هستفزك بتقولي لي اجي ليه؟ يعني شكلي حلو مثلا، شكلي حلو في الكاميرا بس انا هستفزك، اقفلي عليا. ما تديلوش اهميه، هيعمل انت مديله ساعه من عمرك، انت مديله مشاعرك، مديله عقلك، مديله تفكيرك. والمشكله بعد ما بيخلصوا الكلام يتداول بعد كده على الفيسبوك يعني، تلاقي شحنه السلبيه دي كلها انطلقت بقى على صفحات التواصل. هقول لحضرتك حاجه جت في بالي دلوقتي. دكتور السنان لما بقعد تحت ايده بديله دماغي دماغي ولا بديله السن وهو بعيد؟ بديله دماغي. بيقعد يعمل في السن اي حاجه في الدرس شاف ايه، ما انا مسلماله دماغي بيظبط لي اي حاجه بتاع الرمد لو لو بتاع الودان. طب انت ليه مدي عقلك لمذيع انت عارف ان هو مستفز وبيتكلم لنفسه عشان يبقى مشهور؟ علشان تمشي على كوبري 6 اكتوبر تلاقي صوره، ايه كينونته يعني؟ ولا الممثل اللي برضو مش كله الاعلام اللي هو ماسك ميكروفون. الاعلانات كمان، الاعلانات حاجه مهمه جدا، التكرار. ها زي ما بيقول لك التكرار يعني شطار، اعلان 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 يثبت لك ان الزيت كذا. ده بقى اللي انت لو ما اشتريتهوش يبقى انت ما بتطبخيش، مطبخ ما ينفعش غير بده. فبرضه شغال لك على قانون العقل اللاواعي اللي هو قانون التكرار. التكرار طب ما ماشي، نستغل التكرار بقى ده في حاجات معلومات مفيده للشعب للمواطنين. كان زمان في برامج توعيه، طول ما ندي ظهرنا للترع عمر لو حضراتكم فاكرينه، كان في برامج توعيه وتحديد النسل، كان في برامج كتيره بتيجي توعيه والقراءه للجميع. فين ده كله؟ فين فين الاعلانات اللي هي بتوصلك معلومه صح؟ فين؟ الاطفال يا استاذه ازينيف، الاطفال، الام اللي بتمسك ابنها عشان تدخل المطبخ
عشان تشوف شغل البيت وتقوم رامياه قدام التلفزيون ماشي او مدياله تاب او ايباد، عارفه انت بتعملي ايه؟ انت بتمسحي مخ ابنك. انت مش عارفه التلفزيون هيقول له انهي معلومه بالظبط، انت بتبرمجيه بايه؟ بالحاجات اللي بياخدها. هو بيكتسب بقى على طول، هو عامل زي الاستقبال. كنت في رحله وشفت ولاد مش معاهم ايباد ولا تاب، يعني ما شاء الله عليه على الانطلاق اللي هم فيه، عمالين يتكلموا ويروح ويجي ويضحكوا. لكن لو الولاد دول كانوا جايين بايباد كانوا هيبقوا مشغولين بيه. انت مقعد ابنك قدام حديده. بصي حد لارج قوي جاب لابنه ايه اول ما ابتدي، ها ده مبسوط قوي انه بيقلب في التاتش وبيجيب البرامج، فاكر انت كده؟ عارف انت كده عمل لغيت العقل، ما هو مش هيتبرمج على الكره اللي جايه كده والعربيه اللي جايه كده، وتيجي بقى تكلمه والواد مخضوض وتعالى عنده بله. احنا دلوقتي بنعالج التوحد، انت تدخل ابنك في توحد. هو ايه التوحد؟ التوحد ده منعزل عن يعني حياته كده مع نفسه، مغلقه مغلقه على هو بس، بنقعد نعمل له تدريبات ويجي عشان يتكلم و و و. لكن انت رحت جايب ابنك وعنده 4 5 سنين او اقل لسه بيتكلم بيتعلم الكلام، لسه مخه بيتبرمج باللغه. احنا برمجه لغويه عصبيه، انا ببرمج المخ زي ما ببرمج الكمبيوتر باللغه والاعصاب عن طريق ايه؟ فانت متبوظ له اعصابه وبيبوظ له ودنه، صوت العربيات في البلاي ستيشن ودي دي دي دي، انت عايز منه ايه؟ سؤال بقى اخير قبل ما حلقتنا تخلص. ايام زمان قبل ما يبقى في فيس في واتس في الحاجات دي كلها، كان تحسي الناس هاديه ما فيش حد عصبي، كانت الناس بتحب بلدها قوي قوي، وبقول قوي فعلا. دلوقتي المواضيع اتغيرت، وكانت الناس بتنام تيجي على 10 بالكتير قوي كله نايم. دلوقتي ممكن تلاقي الناس صاحيه لغايه الفجر صاحيين. عارفه ليه عملوا البرامج بالليل؟ اقول دي بسرعه قبل ما ننساها. علشان لو حد في شغله سهران يلاقي حاجه يتفرج عليها. اللي حصل ان الناس اللي في البيت بقوا يسهروا، ما يعرفش يروح شغل الصبح. هو انت سهران في البيت؟ انت ليه سهران قدام التلفزيون؟ الاذاعه شغاله 24 ساعه، التلفزيون شغال 24 ساعه. لو حد في شغله طبيعه شغله ان هو سهر زي التمريض، طبعا ما بتتفرجش على التلفزيون، ده انا بقول مثال. يعني في ناس طبيعه شغلها بالليل. لازم يتفرج على حاجه بيفتح، لكن انت نايم عشان وراك شغل، مش التلفزيون اللي هيسهرك. بالظبط. لا، وكان برضو في النقطه اللي انا كنت بكلم حضرتك فيها، ان كان في انتماء للبلد اكتر من كده. دلوقتي تبصي مش عارفه، انا مش حاسه فعلا ان في انتماء للبلد زي الاول. الاول لما كانت الحاجه بيقف عليها في الجمعيه طوابير، كانت الناس مبسوطه وواقفه وما فيش اي مشكله. دلوقتي السكر قال الاسعار، طب ما انتوا زمان عانيتوا من ده كله. انا مش جد. عايزه اللي حد ياثر على افكارنا. انا مسؤوله عن عقلي، اذا انا مسؤول عن نتائج افعالي. اللي هيجي يقول لي كلمه احللها، هو قاصد معمم ولا حذف معلومه ولا مشوه لي المعلومه. خلي الناس عقله شويه. زي ام ابنها جاي يقول لها ماما انا ما حدش بيحبني، هو عمم، ما حدش بيحبك يا حبيبي ليه؟ احنا بنحبك وبابا بيحبك واخواتك وي 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 مدرسين، مين يا حبيبي؟ صاحبه. فيقوم ايه؟ معمم او يقول لك ايه؟ انا المدرس كان النهارده يا ماما كان هيموتني واصحابي بقوا بيحوشوا عني وشدوني من ايد المدرس، ليه؟ مسكوا من ودنه. هو شوه معلومه. الرجاء الشعب يكون واعي، مش كل معلومه تاخدها. الكتاب عندنا بيقول ان تحمل الارواح اللي هي من الله ام لا، بيقول اذا جاءكم احد بنبأ فتبينوا، يعني تبين النبأ. هو قصد شخصي ليه ولا قصد عام عايز يدمر؟ خلاص. في فرانكو اوتلو قال كلمه حلوه قوي، بتقول راقب افكارك عشان الافكار هتبقى افعال. طب راقب بقى افعالك عشان هتبقى عادات، راقب عاداتك عشان هتبقى طباع، راقب طباعك عشان دي اللي هتحدد مصيرك. وهختم بجمله بتقول حياتي من صنع افكاري، وانك انت الذي تحدد الطريقه التي تريد
ان تعيش بيها. انا افكر انا هبقى وزيره، انا هبقى دكتوره، انا هعيش. اه بدي لنفسي امل حتى لو ما اتحققش، بس انا خلاص عشته. آه فين انا عشته، حسيته، وصلت للمرحله اللي انا حس فيها. اه بتاع احمد مظهر وصلاح ذو الفقار وصباح. صلاح احمد مظهر كان عايز يتجوز صباح، بس هو ادي نعيمه، فصلاح ذو الفقار قال اشتغل وانتج عشان هي تتجوزك، يعني ترضى تتجوزك. قال له طب بعد ما اشتغل و و و وما رضيش تتجوزني، قال له بقيت بني ادم خلاص. يعني لو انا اشتغلت على اني انا هبقى كذا وما بقيتوش، فانا عشت المود. تصرفاتي بقت افضل، حياتي بقت افضل، اسلوبي بقى راقي في الكلام، ظبطت وثقفت. ما الوزيره دي هتبقى ايه؟ اجي لك في مره وانا وزيره على فكره. ان شاء الله. يعني حد حلم، جاله حلم، وعلى فكره سمعتها مره ان طالما جالك الشعور بحاجه يبقى دي ربنا قصدها، يعني يمكن تتحقق. او لو او انت برضو ممكن هتسعى اللي انت توصل لكده، طموحك لو انت حطيت هدف قدامك ممكن توصل. عارفه ليه جه في بالي حاجه دلوقتي؟ عارفه ليه جابوا مسبيرو زمان؟ الناس زهقت من الحاضر، مفيش حاجه في الحاضر، بفتح مفيش حاجه. قال طب نرجعهم للعقل اللاواعي، للعقل الباطن والذكريات. وفعلا دي الجميلة. كانت لما تشوفي المذيع الفلاني اللي كنت بتشفي، عايز الناس تستنشق، اللي هو اسمه طارق حبيب. ده كان رائع. والمذيعين وبرنامج زوم. انت بقى تخيلي بقى ما لقوش الواقع حلو، راحوا جابوا لنا العقل اللاواعي نعنشونا. لما تتفرجي دلوقتي على مسبيرو زمان تبقي قاعده كده منسجمه. فعلا. مش بتتفرجي بس على البرنامج، انت بتفتكري نفسك وانت في اعدادي، انت في ثانوي، وانت في ابتدائي. ده غيروا لنا الواقع. وده انا بشكر اللي قال على مسبيرو زمان ان هو اكيد دي برضو سياسه، لان الناس احبطت. فيا ريت طالما انا هقضي وقتي للاعلاميين اللي هم زي ما قلنا هصالحهم بقى في اخر الحلقه. ماشي تمام. زمان تعبرت، انا كمان عبرت، يعني انت حقك وانا حقي. يعني اتقي الله في السلاح اللي في ايدك. اتقي الله في السلاح اللي في ايدك. اللي هم مسكوا الارهابيين دربوهم انه يروح يقتل، كنت دربه ينتج، كنت علمه السيكو فاس، كنت وقفه على سقاله ازاي يعمل محاره. انت دربته، انت بتعرف تدرب، انت شاطر. بالظبط. واديت وقت واديت فلوس. انت يا اعلامي يا حبيبي اللي قاعد اديت وقتك واتشهرت، خلاص احنا عارفينك كلنا، مش بتكلم على واحد بعينه، الاعلاميين يعني اتشهرت. اتشهر بقى بايه؟ تكون زي عمرو بن الخطاب كده وعمرو بن العاص ها الناس اللي هي كانوا بيمشوا بالليل يتفقدوا الرعيه. انت كمان بتيجي بالليل، بس بتعمل فينا ايه؟ بتفقدنا. هما كانوا يتفقدوا الرعيه، حاجة بتفقدنا بقى. فالسيد المسيح كان يقول يصنع خيرا. بالظبط. فانت عندك سلاح، يا ريت تستخدمه ايجابي مستقبلي. الحلقه خلاص انتهت، بس احنا خدنا جرعه ايجابيه جدا. وكلمه اخيره بقى للمواطنين اللي ما يعني هقول لك مليانين شحنه سلبيه. انا عملت الحلقه النهارده مخصوص عشان شحنه السلبيه اللي فعلا لاحظتها بطريقة منتشرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبجد حزنت عليها. فأنا قلت يبقى في جرعة إيجابية كده النهاردة، ناخد جرعة إيجابية ازاي نبقى مصدر سعادة لغيرنا. لو بدأنا من ثورة 19 لغاية ما بتكلم دلوقتي، ناس ماتت عشان تحرر البلد، ولسه لغاية دلوقتي ناس بتموت. فأنت عايش إكراما للدم. الناس دي اشتغل حاجة كبيرة، حاجة صغيرة، اشتغل، وما تديش ودنك ولا عقلك لحد. كأن واحد حاطط ايده في جيبك، هو حاطط لسانه في مخك. طلع ايده من جيبك وطلع لسانه من مخك، خليك واعي، لان انت واعي. بالظبط. بس وانت ابن فرعنا، انت مش حد عادي. طبعا احنا بنشكر العقيد ايفيلين، نورتينا وطبعا اديتينا الشحنه الايجابيه اللي احنا متعودين منك، اللي احنا بناخدها منك على طول. شكرا. واتمنى فعلا، اتمنى ان يعني الشباب اللي هي محبطه، مصر هتبقى حلوه، اصبروا بس عليها شويه، اتعبوا شويه. احنا كنا زمان بنتعب
واقفين على حيلنا وعمرنا ما اشتكينا ولا عمرنا ولولنا بمعنى صح. عايزين دلوقتي نسمع صوره 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 بتاعت عبد الحليم، يعني اللي مش هيطلع في الصوره دلوقتي مش هيفرح حتى بالانتاج لو طلع. بالظبط بالظبط. بلاش النظرة المتشائمة دي، وبلاش بقى كل واحد يقول ايه ما الاعلاميين مش عارف ايه. لا، مش كل الاعلاميين الدنيا وردي زي ما انتم متخيلين. زي ما حضرتك بتتعب احنا بنتعب، وكلنا بنشتغل في البلد علشان تقف على حيلها. فسعادتك عمال بتنتقد، قدم بقى حلول، قول لنا لو البلد اتعمل فيها واحد اتنين تلاتة البلد هتبقى كويسة. لكن سعادتك بدون دراسة بدون وعي بدون أي حاجة عمال تنتقد وخلاص، يعني نبعد بقى عن الموضوع الانتقاد ده، ونبتدي ان احنا نبقى جرعة إيجابية ومصدر سعادة للغير. بشكر لحضراتكم لحسن المتابعة، وتصبحوا على خير. وهتبقى قد الدنيا.